شاركت مملكة البحرين في الملتقى العربي الأول لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والدمج، والذي أقيم تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، بوفد برئاسة سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، والذي أقيم بمدينة شرم الشيخ بمشاركة وفود وطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة من عدد من الدول العربية. خلال الملتقى العربي الأول لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والدمج، أكد فخامة الرئيس المصري اهتمام بلاده بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المدارس والمشاريع التطويرية. ثم ألقى سعادة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كلمة أشار فيها إلى أهمية هذا الملتقى العربي. في هذا الملتقى العربي الأول تأتي أولا من خلال العلاقات الوثيقة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، وهي فرصة طيبة أن تعرض وزارة التربية والتعليم ما قامت به من جهود وخدمات لدمج أبنائنا الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تنفذ الوزارة ولله الحمد توجيهات سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، التي تؤكد على أهمية رعاية جميع الطلاب بما فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة. فتمكنت مملكة البحرين اليوم من تقديم خدمات متنوعة لكافة الفئات، ونفذت سياسة متطورة وهي سياسة الدمج. اليوم هناك العديد من المدارس تقدم خدمات لهؤلاء الطلاب، وكذلك وزارة التربية والتعليم تحرص على تواجد أبنائنا الطلبة في المدارس. وفي هذا الإطار بذلت جهود كبيرة على صعيد المناهج الدراسية، على صعيد التقويم، على صعيد تجهيز المدارس لهم، وكذلك تهيئة الأخوة العاملين في الميدان التربوي الذين يتعاملون مع هذه الفئة من الأبناء الأعزاء، سواء من تحفيزهم أو إشراكهم في دورات متعددة، أو إحاطة كل من له علاقة بهؤلاء الطلاب داخل المدرسة. ونفذنا كوزارة التربية والتعليم برامج تطويرية على هذا الصعيد، فتمكننا ولله الحمد من إلحاق العديد من الطلبة ونقلهم من فصول خاصة بهم إلى فصول عامة مع أقرانهم. وهذا يؤكد أن مملكة البحرين تلتزم بكافة المواثيق الدولية وفي توفير التعليم للجميع، ويشهد على ذلك تقرير التعليم للجميع الذي صدر من منظمة يونسكو سنوات عديدة، وضع مملكة البحرين في الفئة الأولى الخاصة بالدول التي تقدم خدمات متميزة لجميع الطلبة. بعد ذلك قام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة في المعرض المصاحب للملتقى، حيث تفضل بزيارة لجناح مملكة البحرين، وكان في استقباله سعادة وزير التربية والتعليم الذي نقل إلى فخامته تحياتي وتقدير حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وتمنيات جلالته الكريم لهذا الملتقى العربي كل التوفيق. احنا سعداء جدا نطلع على التجربة البحرينية في التعامل مع الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم الأساسي. الحقيقة شغل ممتاز اللي عرضه الصديق العزيز الدكتور ماجد النعيمي، يعني في زمن قصير الحقيقة البحرين عملت شغل ممتاز، سواء في المناهج التعليمية، في طرق التدريس، في إعداد المعلمين، في البنية الأساسية. احنا شفنا فيلم تعرضوا علينا الدكتور ماجد، يعني حتى نقل الأطفال ذوي الإعاقة، وإن احنا نكتب على أبواب الفصول بلغة برايل عشان نساعدهم، كلها لمسات تثبت يعني اهتمام المملكة الشديد بموضوع ذوي الاحتياجات الخاصة. عشان كده احنا سعداء قوي بتبادل الخبرة دي، وإن شاء الله يعني تجهيزا للملتقى العربي التاني بقى السنة الجاية إن شاء الله نراجع مع بعض احنا عملنا ايه وحصل ايه في البحرين وايه اللي عملناه مع بعض، ويبقى في دول اكتر تشاركنا في تبادل هذه الخبرات. فيعني دي اول خطوة في طريق اهتمامنا كأمة عربية بولادنا اللي ليهم قدرات خاصة واللي يستحقوا مننا كل خير، والبحرين طبعا دولة رائدة في هذا، ويسعدنا التعاون معها طول الوقت.
كما بين سعادة الوزير الخدمات التعليمية والأنشطة التي تقدمها الوزارة لهذه الفئة من الطلبة، كما قدمت لفخامة الرئيس لوحة تذكارية شاركت في رسمها طالبة من المكفوفين مستعينة في تنفيذها بلغة برايل تجسد العلاقات الأخوية بين البحرين ومصر. وقد أعرب فخامة الرئيس عن شكره وتقديره للطالبة، وكلف فخامته سعادة الوزير بنقل تحياته إلى جلالة الملك المفدى. وضمن فعاليات الملتقى قدم سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم عرضا عن تجربة مملكة البحرين في دمج ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أنه في ضوء الاهتمام المتزايد للدول في رعاية هذه الفئة من الطلاب، فإن هناك بعض التحديات والمستجدات التي تتطلب بحثها ودراستها ووضع الآليات المناسبة لها. أشكر جلالة الملك على الذهاب إلى الملتقى الأول، وشعوري كنت فرحانة ومفتخرة بالعمل والإنجاز اللي سويته، أن هذا أكبر فخر إلي وللمملكة، وكنت مستانسة من يوم أصور ويا سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي ورئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وكان شعور أهلي وأقربائي وأصدقائي وكل المعارف فخر، افتخروا أبي، وهذا العمل فخر حقي وحق أهلي وحق جميع معارفي، وأني أتشرف اليوم بأن قدمت أكبر إنجاز إلى رئيس الجمهورية. طبعا أنا يعني كنت أتمنى أن أحط كل بحريني مكاني وأنا أشوف ردة فعل غدير في كل خطوة، يعني في كل حدث في كل شيء، يعني أن هي طبعا لما سمعت أن هي بتقدم اللوحة حق رئيس الجمهورية شلون يعني براءتها وهي تصفق مستانسة حماسة في كل لحظة. أنا أحس نفسي أن أنا جدا محظوظة أني شفت هاي المنظر، منظر جدا جميل ويبعث إلى يعني في نفسي أن أنا يخليني أكون يعني أنظر إلى الدنيا منظور ثاني يشجعني ويشجع كل إنسان. أشارك مع وزارة التربية والتعليم وفد خماسيات كرة القدم، إن شاء الله نطمح أن نحقق نتيجة إيجابية وفرصة للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة من ذوي الإعاقة دمج مع أشقائهم من الدول العربية في هذا المنتدى العربي اللي يضم الدول العربية المختلفة. طبعا احنا في مملكة البحرين تحظى رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة او ذوي الإعاقة في مملكة البحرين باهتمام بالغ من القيادة الرشيدة لترجمها لأرض الواقع سعادة وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد النعيمي، اللي يولي اهتمام كبير بفئة ذوي الإعاقة من خلال دمجهم في مدارس وزارة التربية والتعليم. انا عبد الله عبد القادر اشكر جلالة الملك وحضورنا للقاهرة لشرم الشيخ المشاركة، وأشكر وزير التربية والتعليم إتاحة هذه الفرصة لنا للمشاركة في المنتدى العربي الأول، وأتمنى أن نحن نحقق نتيجة إيجابية، وأنا سعيد في تواجدي في هذا الملتقى العربي وإن شاء الله نحقق نتيجة إيجابية لمملكة البحرين، وشكرا لكم. هذا وقد حضر سعادة وزير التربية والتعليم والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حفل افتتاح البطولة الرياضية في خماسيات كرة القدم للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تشارك وزارة التربية والتعليم بفريق من طلبة مدارس الدمج.